وبنهاية صباحنا لليوم رح ننتقل من الشعر للأدب وحنروح لأدب المرأة المتفوق بالشرق. هذا التشبيه خلينا نقول اليوم المرأة الأديبة اللي بتكون مثقفة، عندها حالتها، عندها دواوينها، عندها نشاطاتها الثقافية والفنية، بيكون حالتها مثل المرأة اللي عم تحاول تخرج من النفق للخارج أو من العتمة إلى الضوء، وخاصة إذا كان هذا الأدب بيحمل رسالة جدا مهمة تأثر بالمجتمع. رح نحكي أكثر عن المرأة وعن الأدب. وظيفتنا لليوم هي الكاتبة والأديبة الفلسطينية حسن خميس. يسعد صباحك، أهلا وسهلا. صباحك يا رب. كيفك يا حسن؟ الحمد لله. أهلا وسهلا بحضرتك. صباحك. أهلا وسهلا فيكي. اليوم هيك أول سؤال رح يكون، خلينا نبدأ من النهاية مثل ما بيقولوا، في معرض الكتاب لحضرتك اللي أستل ستاره قبل يومين، وكان لك توقيع كتاب عنوانه أنثى بلا حدود، هذا العنوان الجميل فعلا. خلينا نحكي عن آفاق هذا الكتاب وهذا العنوان أيضا. أنثى بلا حدود كتاب مجموعة قصصية تتحدث عن المرأة في المجتمع من ما تضطهد من عادات وتقاليد بالية. تطرقت فيه عن المرأة المطلقة، الموظفة، المعلمة، أم الشهيد، زوجة الشهيد، كل هذه الحالات. تمام. شو هالذاكرة اللي بدنا نرجع لها هلا؟ يعني مجلة أسامة. مجلة أسامة رجعتينا بذاكرك يعني. هي فعلا قصة مجلة ما كانت قديمة. في بيت إلا ما كانت موجودة فيها. تمام. واليوم وقت ما نقول أسامة معناتها نحن رحنا للنشاط. ربين على هالشيء من الصغر يعني، إنه مشاركة بمجلة أسامة أكتب قصص أطفال بتوجه من خلال شاشتكم للأستاذ قحطان بالقدر اللي عم يشجعني ويتعاون معي حتى ينشر هالقصص. تمام. اليوم حضرتك خلينا هيك نحكي أكثر عن موقع أدب المرأة، السوية الأدبية بالمجتمع للمرأة الأديبة بين المثقفين وأيضا بين الناس بشكل عام. باتت المرأة تعتلي منابر مسارح، أصبحت الموظفة، أصبحت الطبيبة، المحامية، ما عادت باتت أنه يعني خلص بس ربت منزل لتربي أو زوجة وانتهى الأمر، لا، صار هلأ إلى دور كبير، أخذت حيز كبير بالمجتمع بكل الطوائف. اليوم عم شوف إليك أيضا أعمال بتخصك ست حسن، يعني نحكي عن حروف من زيتون وياسمين، يعني أكيد عم نقصد شيء مقاوم يعني من نعم. كلمة زيتون اللي هو بيرمز لفلسطين يعني. نعم نعم، حروف من زيتون وياسمين هو الإصدار الأول لي من مقطوعة نثرية، كتاب نثري يتحدث عن فلسطين. نعم. عن زيتون فلسطين، عن المقاومة، عن التشبث بالأرض، عن حق العودة. نعم. كما هناك نصوص أخرى تتحدث عن الشام، عن ياسمين الشام، عن حواري الشام، شوارعها العتيقة وما لي ذكريات هناك. اليوم حضرتك توجهاتك مو فقط بما يخص السيدات، وأيضا اليوم عم تتوجهي للأطفال في أنشطة، في فعاليات وأيضا في قصص، خلينا نحكي عن هاي الأنشطة. فعالياتي مع الأطفال عم تكون من خلال تدريب للسكتشات المسرحية عن غزة، عن الوقت، عن التعاون، عن يعني من خلال مثلا سكتش وجع الأرض كان يتحدث عن المدن الفلسطينية، جسدوا طالبات لنا بورشتي كنت مدربتهم، مثلنا بمركز السيدة زينب. كمان كان في سكتش غصن الزيتون ومفاتيح العودة، كان بالاتحاد العام للكتاب بالأمانة العامة. جسدوا كمان الطالبات، وكان لقى صدى كبير، وحتى انطلب مني أني أرجع أعيده بمسرح، كان يعني وقتها انه بصاله بس انطلب مني ارجع اعيده مره ثانيه، له اهميه كبيره. تمام. اليوم ايضا عم نشوف لك ست حسن، يعني من حروف من زيتون وياسمين عم نروح لانثى بلا حدود، يعني نحكي عن هذا الديوان، شو المحور يعني على شو ركزتي ضمن هذا المحور؟ انثى بلا حدود اولا هي مجموعه قصصيه، قصص
كل واحدة على حدة تختلف عن الأنثى ما تعاني عن الأنثى ما تعاني. هناك الأمرأة المطلقة، الأمرأة التي فقدت زوجها، المشاهد زوجة الشهيد، الطالبة في عمر المراهقة، المعلمة، كل هذه شرائح. حضرتك العنوان يعني أنثى بلا حدود، اليوم المرأة بكل ظروفها وبكل حالاتها ما إلى أي حدود توقف عن طموحها. اليوم برأيك كيف ممكن يكون القلم هو صوت المرأة وأداة لإثبات نفسها؟ نعم، القلم هلا ما عادت المرأة جلست البيت كما أسلفت، صارت بدها تكتب، عم تعتلي منابر، بدها تصير كاتبة وبدها تصير شاعرة، وبدها الصوت اللي جوا بده يوصل للناس، ما عادت مثل الأول. من خلال كتابتها، من خلال معرض الكتاب، لاحظت الشريحة الأكبر كانت من زميلاتي اللي وقعوا الكتب هن سيدات. تمام. الحمد لله، يعني أنه في اهتمام صار أكثر من الأول بأدب المرأة، يعني ما عادت مثل زمان مقيدة أنه خلاص ما لازم، لا، صار إلى صدى، عم تكون أديبة، تكون محامية بمختلف المجالات، الحياة. طيب ست حسن، اليوم حكينا عن الجانب الطفولي والنشاطات ودواوين حضرتك، واليوم أنت ما فيك تكوني بعيدا أيضا عن ما يجري في فلسطين، يعني اليوم قدامهم توثيق هذا الشيء وتعليمه للأجيال الجديدة من خلال نشاطات. مهم جدا، أحرص على ذلك من خلال التدريب الأطفال سكتشات المسرحية، ومن خلال التدريب. شو أهم السكتش بتعطي الشهيد؟ حجارة. ممكن عن الشهيد نتحدث، عن الشهيد ممكن عن نتحدث عن المدن الفلسطينية ما تعانيه، من الشمال للساحل للداخل للجنوب. سكتش وجع الأرض كان تحدث فيه عن مدينة صفاد، عن عكا المدن الساحلية، عن غزة وما تعانيه، ما جرى الأحداث سالفا. في غصن الزيتون مفاتيح العودة كان أهمية الشهيد، تناولت الجانب الأكبر عن الأطفال. حلو. العدو يستهدف الطفل، يستهدف ذاكرة اليوم، يعني جيل كامل وخاصة الأطفال اليوم للأسف، يعني وخاصة خلينا نحكي عن الطفل الفلسطيني اللي عاش الحاضر بالدمار وكان مستقبله موت، يعني أطفال كتير استشهدت للأسف. اليوم قديه حريصة على إعطائهم رموز فلسطين، يعني الكوفية لشو شو حالتها، مفتاح العودة، هدول القصص يعني. تماما هناك بالسكتش المسرحي حرصت انه البنات الصبايا الصغار كانوا لابسين الزي الفلسطيني مثل ما انت لابسه حضرتك اليوم. هذا في حدا كان لابس كوفيه، في حدا كان لابس زي فلسطيني، يعني تطرقنا لذلك ان نحافظ على تراثنا الفلسطيني من خلال الزي، من خلال مفاتيح العوده، من خلال غصن الزيتون، التشبث بالارض، كل هذه المفاهيم نشرتها في ذاكره الاطفال. تماما. اليوم الأديبات العربيات لهم دور كبير بحركات المقاومة، وخصوصا اليوم في زمن الاحتلال، لهيك المرأة لابد أن تكون متواجدة في كافة الأصعدة. قديش مهم هذا الدور دائما يكون موجود. نعم مهم. عندنا أديبات عربيات أو فلسطينيات، حتى أذكر على سبيل المثال فدوى توقان، هدى حنة، كلية حوري، غادة السمان، أديبات كثيرات في الساحة الأدبية. لا يمكن أن ننكر ذلك، لا يمكن أن ننكر دور المرأة في الأدب. أكيد اليوم وجودكم جدا مهم، واليوم رسالتكم مهمة، وحضرتكم عم تحملوا سلاح مثل الحامل البندقية. اليوم نعم. القلم هو سلاح مخيف للعدو، وأيضا هو ثقافة للطفل وثقافة للشعب بشكل عام. بدنا نشكر حضورك اليوم، هذا الحضور الجميل. خليني هيك أختم بجملة لحضرتك كاتبتيها حبيتها، يعني هي للشعب الفلسطيني. قال حضرتك: ويا لا صبر المخيم، ويا مخاض المخيم، حين مات الجنين لينتصر، حين ارتقى عرس الشهيد ليبقى المخيم. ونحن أملنا اليوم بعودة فلسطين والانتصار، هذا الحلم المشترك للجميع. شكرا لك، وأهلا وسهلا حضرتك. شكرا لحضورك معنا، وبالتوفيق لكم. شكرا على هذا.